السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم راح نتكلموا على الطاقم الجديد للمنتخب المحلي قياده الماجيك مجيد بوغرا. اذا رسميا في موقع الاتحاد الجزائري لكره القدم تعيين كل من جمال مصباح اللاعب الدولي السابق وبن حمو ايضا لاعب الدولي السابق ومدرب الحراس. الثنائي هذا خدم سابقا مع مجيد بوغرا في نادي الفجيره، كانوا كثلاثي مجيد بوغرا مساعد جمال مصباح ومدرب الحراس بن حمو. هذا من الثلاثي يعني سبقوا وعملوا مع بعضهم سبقوا وعملوا مع بعضهم في نادي الفجيره الاماراتي. إذا حاجة إيجابية أنه نشوفوا لاعبين دوليين سابقين للعبوا في المستوى العالي، لعبوا محترفين في نفس الوقت ولعبوا في المستوى العالي، يكونوا كمدربين أو مساعدين مدربين، يعني شيء يشرف. الشيء الآخر ترتيب الفيفا اللي صراحة فيه وعليه، لكن يعني قفزة إلى الأمام. معليش أنه بعد 33 المرتبة الآن أصبحت 30، شيء جيد وممتاز، لكن ما أود أن أقوله أنه ترتيب الفيفا ما يهمناش إلا في حالة أنه كما تعرفوا الخماسي اللي عندهم الأولى لافونتاج ولا عندهم الأحقية أنهم يستقبلوا مقابلة السد وفي أرضية ميدان، يعني مقابلة العودة تكون في أرضية الميدان. هذا الشيء الإيجابي فقط يعني في صراحة في تصنيف الفيفا، لانه فيه بعض المعايير كاين اللي الناس اللي كيفاش تونس احسن منا. معايير مشاركه في كاس العالم 2018 هما شاركوا، احنا ما شاركناش في كاس العالم 2018، يعني فيها العديد من المعايير. اذا مقابله منتخب الوطني ضد جيبوتي راح تكون في تشاكر، المقابله الثانيه للمنتخب الوطني بالنسبه لي هي المحك وهي الصح، يعني هي المقابله اللي راح نواجه فريق محترم، فريق البوركيني، فريق المنتخب البوركيني منتخب محترم في مراكش. والجديد في القضيه انه يعني تقريبا المجموعه تاعنا تقريبا كل جلهم راحين يلعبوا في المغرب، يعني مقابله العوده يعني كانهم يستقبلوا في ملعب نتاعهم في المغرب، نظرا للملعب نتاعهم ما يطابقش مع المواصفات المعمول بها في الكاف. اذا مقابلة المنتخب الوطني تكون راح تكون في المغرب في مراكش. هل هذا الشيء إيجابي لنا؟ هل هو ضدنا؟ الحديث في الأمر هذا سابق لأوانه، لكن الشيء الجيد أنه الطقس يعني متشابه، يعني راحين نختصروا المسافة، راحين نختصروا الجهد والتعب في السفارية، الجو متشابه نوعا ما بين المغرب والجزائر. إذا راح تكون مقابلة مهمة، الفوز او على الاقل التعادل راح يخلينا يعني راح نكملوا المنافسه باريحيه ونوصلوا ان شاء الله لمقابله السد او مقابله الباراج كما نقولوا، مقابله الفاصله اللي هي يعني بسببها نوصلوا ان شاء الله لكاس العالم. لكن ما اود اقوله حذاري 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 من ليس فقط من بوركينا فاسو، حذاري من التحكيم ومن الحكم البوتسواني لمقابلة بوركينا فاسو في المغرب، حذاري من هذا الحكم. وحنا قلنا ودرك الأمر راهو بيد الاتحادية، الاتحادية لازمها تتحرك باش تحمي المنتخب، هذه ما فيهوش عيب، ما نطلبوا حنا نقولوا اشتروا لنا لي ماتش ولا اشتروا لنا الحكام، لا، حنا حبينا الجزائر ما تظلمش برك، يعطونا حقنا، هذا ما كان، ما طلبناش مستحيلات ولا معجزات. اعطونا حقنا، اعطونا حقنا برك. اذا حذاري من الحكم البوتسواني اللي راح يكون نوعا ما عليه الكلام وعنده بعض المشاكل مع الانديه الجزائريه. نتمنى ان شاء الله الاتحاديه تفيق من سباتها وتتحرك في الكاف وانها تخلي هذا الحكم ما نقولوش تحت الضغط، تخلي الحكم هذا يدير مقابله كوريكت فقط، يعني ما يجيش ضدنا وما يجيش معنا، يعطينا حقنا برك، والا تغيير الحكم والله نغيروا الحكم الريكلامو، ما عندنا الحق الريكلاميو. اذا الكره في ملعب الاتحاد الجزائري لكره القدم. الشيء الاخر اللاعب الدولي الجزائري نبيل بطالب شوهد بالامس في ملعب جنوا بعد ما صارت مقابله في الكاس بين جنوا وريجينا. اذا اليوم نبيل بن طالب
راح يجتاز الفحص الطبي، ان شاء الله يجتاز الفحص الطبي ويكون ايجابي، وان شاء الله نشوفه نبيل بن طالب في نادي جنوى، لان صراحه هذا اللاعب يعني مظلوم يعني، وما عندوش الزهر في نفس الوقت يعني، صراحه هذا اللاعب ما عندوش الزهر في خاصه في الاصابات، لما يلقى فريق ويبدا يتاقلم ويبدا يقدم مقابلات تجي اصابه. ان شاء الله جنوى هو انطلاقه جديده لنبيل بن طالب، وان شاء الله نشوف نبيل بن طالب يرجع للمنتخب الوطني. اذا كانت هذه جوله فقط قصيره لبعض الاخبار تخص المنتخب الوطني وبعض اللاعبين المنتخب الوطني بالاخص اللاعبين المحترفين. اذا بالتوفيق للمنتخب الوطني وكل لاعبي المنتخب الوطني، وما ننساوش الدعاء لكل المرضى والدعاء لموتانا لجراء الحرائق هذه، وربي إن شاء الله يصبر خوتنا اللي مضرورين بهذه الحرائق في كل منطقة متضررة من الحرائق. إذن في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.